السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الرابعة، الفصل الرابع، في مقرر مبادئ الإدارة، واللي بيتكلم عن التنظيم. احنا هنتناول في الفصل ده إن شاء الله الموضوعات اللي أمام حضراتكم دي. هنتكلم مقدمة عامة يعني إيه تنظيم وتعريف وحاجات زي كده، وبعدين هنقدم الإطار الأساسي اللي بيتم تطويره للقيام بنشاط التنظيم كأحد الأنشطة الأساسية للمدير، اللي هو الهيكل التنظيمي. وبعدين نبتدي نتكلم عن حاجتين مهمين جدا في التنظيم عكس بعض، يعني اللي هي ازاي اعمل تقسيم وازاي اعمل تكامل، يعني عكس بعض، ازاي اعمل استقرار وازاي اعمل مرونة في الهيكل التنظيمي. ده موضوعين هنتكلم عنهم. وبعدين هنقدم 6 خطوات لبناء الهيكل التنظيمي. هي مش خطوات، هي مجموعة من الآليات او الأنشطة او المهام اللي يجب القيام بها عشان اقدر اعمل هيكل تنظيمي كويس. هتكلم على تصميم الوظائف اللي هي اللبنات الاساسيه لبناء الهيكل التنظيمي، ازاي بعمل تجميع الوظائف، احدد علاقه التبعيه التنظيميه اللي هي البناء الراسي للتنظيم، توزيع السلطات في الهيكل التنظيمي، التنسيق ووضع اسس التكامل التنظيمي، التفرقة بين المواقع الوظيفية التنفيذية والاستشارية. دول ال6 حاجات اللي احنا ايه بنقول عليهم، اللي هي بداية من هنا 1 2 3، انا اسف، 4 5 6، دول ال6 انشطة اللي احنا بنقول عليهم. هنتكلم بقى بعد كده مش على الهيكل التنظيمي، على التصميم التنظيمي اللي هو المفهوم الاشمل والاعم. وبعدين نقدم يعني نماذج معيارية للتنظيم العضوي والميكانيكي وكده، التصاميم الموقفية، لأن التنظيم المفروض إن هو يكون مرن، فعلى حسب الظروف والخطط اللي بتحطها المنشأة المفروض التطوير يبقى يواجه المواقف دي، وإزاي يتكيف مع العوامل المحيطة. آخر حاجة أشكال التصميمات التنظيمية، ده آخر موضوع هنتكلم عنه. يعني الفصل طويل شوية، بس أنا مش هتكلم تفصيليا أوي، أنا هقدم لكم الموضوع بحيث إن يسهل عليكم قراية القصص والأمثلة والمبادئ في التكست بوك اللي هو مرافق للعرض. نبدأ بأول موضوع عندنا اللي هو نعرف التنظيم. التنظيم بمنتهى البساطة هو إن أنا بجهز موارد المنشأة من عاملين وإمكانيات مادية في تقسيمات عشان تعرف تشتغل. لو انا مثلا عايز اشتغل في مجال معين، عايز اعمل شركة، ما مش معقول هجيب العاملين كلهم اقول لهم يا جماعة ايه كل واحد يعمل اللي ربنا يقدره عليه عشان نقدر الشركة دي تشتغل. لا، لازم انت تقول لده انت هتشتغل في المبيعات، واللي جنبه والنبي انا عايزك انت تمسك لي المخازن. يعني لازم يكون في تخصيص، يعني لازم تقول ايه لكل واحد مهمته ايه بالظبط. وبعدين المهمة دي لازم يكون معاك زميل فيها تاني، فكده يبقى بقوا 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 100، دول في إدارة واحدة أو قطاع واحد. فعملية إن أنا أقسم، أنا آسف، أقسم وأجمع وأحط هيكل مين بيشتغل فين ومين رئيس مين ومين اللي هينسق ومين اللي مش هينسق، وإزاي أعمل تكامل في ما بين الناس دي عشان الشغل ده اسمه وظيفة الإيه؟ التنظيم. يعني وعلشان كده إحنا بنركز قوي في الفصل ده على ازاي بعمل حاجه اسمها الهيكل التنظيمي، اللي هو ازاي اوفر اطار معين في للتقسيمات دي عشان الشغل ينساب. يعني دي جمله مهمه جدا في تعريف التنظيم. يبقى انا عندي 2 مهمين هنا، عمليه التقسيم وعمليه انسياب العمل بيتم من خلال الاطار ده. طيب، من خلال المقدمه اللي انا قلتها دي كده او التعريف اللي احنا قلناه مع بعضينا، اذا التنظيم يقوم بما يلي: أول حاجة بقسم، يبقى ده تقسيم العمل إلى وظائف وأقسام محددة. نمرة 2، بحدد وأخصص لكل شخص مهام معينة ومسؤوليات لكل وظيفة من الوظائف. وبعدين بجمع الوظائف دي في إيه؟ في إدارات وقطاعات وتنظيمات يعني أنا بعمل تقسيم وبعمل تخصيص وبعدين بجمع الوظائف دي. أوكي؟ وبعدين الناس دي مش هتشتغل لوحدها، ما هو لازم يكون في علاقات فيما بينها، فازاي الناس دي تعمل علاقات؟ فالعلاقات دي بتيجي في شكل الجان، في شكل نظم لتدفق العمل فيما بينها،
اجراءات محدده، مكاتبات ومراسلات، التنظيم فيه كل الحاجات اللي بتعمل التكامل ده. لازم ابقى عارف مين رئيس مين ومين تابع لمين، فالتنظيم بيحدد لي هنا الخطوط الرسميه للسلطه، يعني ده بعد مهم جدا في التنظيم. يعني ما ينفعش ان واحد بيعمل شغل وواحد تاني يعمل ايه شغل تاني يكون متداخل مع الاولاني، فلازم يكون في تحديد وتخصيص للمهام. وبعدين لو في علاقه في ما بين الاتنين ببعض، يبقى لازم اعمل حاجه اسمها تنسيق. اخر حاجه، التنظيم جزء مهم فيه ان انا اعمل تخصيص للموارد، يعني ده هياخد المكنه دي وده هياخد الحته دي من الموازنه وده هيعمل الشغل ده وده مسؤول عن ده. فتخصيص الفلوس، تخصيص الافراد، تخصيص المكن، تخصيص المعدات، كل ده هو جزء من ايه اجزاء التنظيم. 7 حاجات دول مهمين جدا، هم معنى التنظيم: تقسيم، تخصيص مهام، تجميع الوظائف في ادارات، علاقات فيما بين الافراد والجماعات والاقسام، خطوط السلطه، مين يرأس مين ومين تابع لمين، ازاي انسق مهام، ازاي اخصص وانشر الموارد. معلش، هو التنظيم من الفصول اللي فيها حاجات كتيره ومعقده شويه، بس انا لميتها لكم المعنى في السلايد اللي قدام حضراتكم ده. انا اتفقت مع حضراتكم من الاول ان احنا بنحط اطار عشان خاطر الشغل ايه يتم. الاطار ده اللي احنا بنسميه في الفصل ده الهيكل التنظيمي. يعني ده هو طبعا يعني هيكل التنظيم، احنا لما بنيجي بنصممه بيبقى شكله ثابت ستاتيك قوي، وفي حين ان في الواقع هو في حركه وفي تدفق للعمل وفي حاجات زي كده. بس نقطه البدايه ان انا احط الشكل، الخريطه بتاعه التنظيم شكلها عامل ازاي، اللي بتوضح لي السلطه، المسؤوليه، التسلسل الاداري، خطوط من فوق لتحت، والتقسيمات شكلها عامل ازاي، بترتبط بعض ازاي. انا مدي لكم هنا مثال، بيبقى فوق خالص في التنظيم في عندي رئيس مجلس الاداره، ده اعلى مثلا حاجه، وبعدين في هيئه استشاريه، دي يعني ايه تحت رئيس مجلس الاداره على طول. انا مقسم 4 تقسيمات هنا في الشكل ده، مثال طبعا. الانشطه الاساسيه اللي احنا خدناها في الفصل الاولاني في المنشاه، قد تكون مثلا ايه اداره للتسويق، اداره للانتاج، اداره للمشتريات والمخازن، اداره للموارد البشريه، وبعدين في قسم هنا للمبيعات، قسم تاني للاعلان، بس ما اترسمش. تحت المبيعات ده في مشرفين بيع، في مندوبين بيع، الانتاج تحتيه قسمين، وهكذا. يعني هي دي التقسيمه في بوكسات كده، وايه وخطوط بتبين العلاقات. ده اعلى مستوى، ده المستوى اللي تحتيه، ده المستوى الثالث، ده المستوى الرابع، وهكذا. التنظيم بايه لازم تحدد فيه المستويات، لان المستوى ليه مدلول بالنسبه للسلطه وللمسؤوليه في نفس الوقت. بعد ما عرضنا لحضراتكم الهيكل التنظيمي، عايز اعرض معاكم قضيه مهمه جدا في التنظيم، وهي فيها تعارضات وتناقضات معينه. التنظيم قائم على فكره ان انت بتقطع بتقسم، وفي نفس الوقت لما تيجي تقسم تراعي ان يكون في ايه تكامل. يعني بتقسم الشغل، بتقول ده هيشتغل في التسويق وده هيشتغل في الانتاج. طيب ما هو مش في تكامل لازم يتم ما بين التسويق والانتاج عشان خاطر نقدر نعمل الشغل النتيجه النهائيه يعني، ونكسب والمنشاه يزدهر عملها. لازم، فلازم يكون في تكامل فيما بين الاثنين، بس الاول نبدا بالتخصيص والتقسيم. فمبدأ هام جدا في الهيكل التنظيمي ان هو يجمع ما بين المتناقضين دول. اول حاجه تقسم تخصصات ووظائف واقسام وتنظيمات وحاجات زي كده، بتقسم موارد، افراد واجهزه وامكانيات، بتقسم سلطات ومسؤوليات، كل دي تقسيمات، كل دي تقطيع، كل ده يعني تقسيمات. وفي نفس الوقت بتعمل اليات تكامل، يعني بتعمل لهم اجتماعات، نظام اتصال، نظام ورقي للتقارير، تعاون وتدفق العمل، مشروعات بتحط لها فرق عمل، كل ده بيعمل تكاملات ما بينها وبين بعضها. يبقى مبدا هام جدا في التنظيم هو تقسيم وتكامل الهيكل التنظيمي. برضه في نقطه تعارض ثانيه، وهي الاستقرار والمرونه. انا بقسم ليه؟ عشان احصل على استقرار. يبقى معروف بقى، انت عارف راسك من رجليك، انت في الاداره دي وانت بتشتغل في التخصص ده والمسؤوليه دي وهكذا. لكن مع الزمن بيحصل تغير، يعني بيطلب منك
او مش هيطلب منك التنظيم او المنشأة يطلب منها حاجات تانية. فهقول لك طب والنبي يعني هنغير التوصيف الوظيفي بتاعك وهنزود عليه حاجات تانية. فعشان كده انا ببقى محتاج مرونة، يعني انا بعمل تقسيم وبعمل اتصالات وكده عشان يبقى في استقرار هنشتغل ازاي، لكن في نفس الوقت لازم ما يكونش في جمود، لازم يبقى في مرونة بحيث ان انا اقدر اغير في التقسيمات دي، اغير في التكملات دي عشان التنظيم يقدر يستجيب لاي تغيرات بتتم حواليه. يبقى اذا احنا اتكلمنا عن حاجتين يجب التوفيق فيما بينهم، التقسيم والتكامل، الاستقرار والايه والمرونة. كل اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي دي كانت مقدمات. تعالوا بقى نخش بقى في الايه الشغل الجد اللي هي خطوات بناء الهيكل التنظيمي. واحنا قلنا ان هما 6 موضوعات، 6 اليات، 6 حاجات، يعني ممكن نبص لها ان هي خطوات، يعني هي واخده يعني ترتيب معين. نبدا بنمره 1 اللي هي اول حاجه بعملها عشان ابني هيكل تنظيمي، اعمل تصميم للوظائف. الوظيفه هي حجر البناء بتاع التنظيم بشكل عام. يبقى نمرة 1 ببدأ بالوظيفة. أنا عندي وظيفة واحدة بس في أي تنظيم، يعني لو شركة كبيرة ولا حاجة، لا أنت ممكن تلاقي آلاف الوظائف. في محاسب أول، وفيه كبير مراجعين، وفيه مش عارف خبير تسويق إيه، وفيه أخصائي إعلانه. أنت بقى لازم بقى تمسك بقى كل وظيفة من دول وتعملها تصميم. يبقى دي نمرة 1، تصميم الوظائف. بتاع تصميم الوظيفه يعني بتقول ايه هي الحاجات اللي هيعملها، يبقى هي الواجبات والمهام وايه اللي المفروض يعملها بحيث انه يكون مسؤول عن ايه. يبقى المسؤوليات والواجبات والمهام الخاصه للوظيفه المحدده دي. وبعدين هتعمل تخصص الوظيفي ده، هو ممكن يكون في المسؤوليات والواجبات دي تتقسم بطريقه معينه بحيث ان ده يعمل حاجه وده يعمل حاجه تانية. الحقيقة ده يعمل حاجة وده يعمل حاجة تانية في طريقتين. في انك انت تدي الموظف اللي هيشغل الوظيفة دي حاجات كتيرة يعملها، وفي طريقة انك انت لا، بدل ما تخلي في حاجات كتيرة الموظف يعملها، لا خليه يعمل حاجات قليلة، وخلي حاجات تانية قليلة اديها لوظيفة تانية. يعني بدل مثلا ايه ما المهندس يعمل التصميم بنفسه، لا انا مش هخليه يعمل تصميم العمارة كلها، انا هخليه يعمل جزء صغير بس منها، ويجي مصمم تاني نفس المسمى الوظيفي ولكن يصمم الاساسات مثلا. يعني انا طبعا مش خبير في الحتة دي، بس ففي واحد تخصص اساسات، وفي واحد تخصص حوائط ومش عارف وجدران وكاميرات وحاجات زي كده، وفي واحد مش عارف بتاع تصميم، يعني كذا نوع من انواع التصميمات. ممكن واحد تاني يقول لك لا، هو انت بتاع تصميم، انت تصمم لي كل حاجه. فانت ممكن تجمع الوظائف في وظيفه واحده او في عدد قليل من الوظائف، او ممكن تكتر الايه الوظائف تخليها وظائف كتير، يعني مهام قليله لكل وظيفه او مهام كثيره لكل وظيفه. فده طبعا الايه ممكن تخلي الاخصائي تسويق هو اللي يعمل الاعلان وهو اللي يبيع، وهو ممكن بس انت مخصص اعلان بس، وداخل الاعلان انت بتاع اعلان ورقي بس، انت بتعمل الحاجات اللي هي الملصقات وبتاع، انت ما بتعملش فيديوز. يعني ممكن تكون اخصائي انك تعمل فيديوهات وتعمل على النت معايا. فعلى حسب انت هتصمم الوظيفه ازاي، مهام كتير ولا مهام قليله، دي تفرق عن دي في حاجات كتير. اللي بتديله مهام قليله في البدايه بيبقى مبسوط لان هو مش عليه عبء، وبالتالي اللي بيعمله بدقه وبتزيد فعاليته وكفاءته، ولكنه بعد شوية ممكن يمل لأنه بيعمل حاجات قليلة مش هيحس بنفسه. اللي بيعمل حاجات كتيرة أبو 7 صنايع ده، هو ممكن تلاقيه في الأول تعبان، لكن بعد شوية تبص تلاقيه عنده رضا كده وإيه وحاسس بنفسه. فطبعا ده فيه جزء دافعي، دافعية أعلى شوية. ده خاصة بدرجة التخصص الوظيفي، يعني أنا يا إما وظائف كتيرة يا إما وظائف قليلة. وظائف كتيرة يبقى مهام قليلة، وظائف قليلة يبقى مهام كتيرة. طيب في 3 طرق أساسيين في وسائل التصميم الوظيفي، إن أنا أعمل توسع وظيفي اللي هي زيادة المهام، بعمل لها حاجة اسمها تمديد وظيفي أو اكستنشن، يعني بزود مهام أو أدمج عدة وظائف مع بعض، أو أعمل تدوير
وظيفي التدوير هنا يعني انت كشخص بتشتغل شغلانه معينه انا اخليك تقعد فيها 6 شهور او سنه وبعدين ادورك او اديك في حته تانية. ليه؟ لاني ممكن تمل، لان الوظيفه بتاعتك فيها مهام قليله، فانا عايزك ايه صحصح معايا يعني، فبعمل لك حاجه اسمها روتيشن يعني تدوير وظيفي، او ان انا عشان خاطر ازود من رضاك يعني فعاليه العمل وكده اعمل توسيع لوظيفتك، بدل ما انت بتعمل 3 مهام اخليك تعمل 7 او 6 كده يعني. التوسع الوظيفي ده من وسائل تصميم الوظائف. او ممكن انا ما ازودش المهام ولكن اعمل لك حاجه اسمها الاثراء الوظيفي، يعني اخليك بدل ما انت بتعمل شغلك ولازم تاخد موافقه الرئيس، لا اخلي الموافقه دي انت اللي تعملها بنفسك، ومتى ما خلصت الشغل يبقى انت عندك صلاحيه اتخاذ قرار بالتنفيذ على طول من غير ما ترجع للرئيس بتاعك. فدي اسمها اثراء، انت كده ماشي راسي طالع لفوق للسلطه الاعلى، وانت هنا ما طلعتش فوق ولا حاجه، انت مشيت بالعرض يعني، خدت ايه مهام تانية. من ضمن وسائل تصميم الوظائف اللي بتزيد من دافعية ورضا العاملين الشغل في ايه، في فرق عمل. يعني ايه مجموعة عمل؟ يا جماعة والله احنا المشروع ده هو انتوا اللي هتعملوه، مين بقى اللي هيرسم، مين اللي هيسوق، مين اللي مش عارف ايه، ده راجع لكم انتوا. فانت ممكن تبقى فريق العمل انت بتشتغل شغل واحد تاني، واحد تاني بيشتغل شغلك فهنا العمل بيبقى بشكل مشروعات، بيبقى فريق عمل كل اعضائه مسؤولين عن الشغل. الحقيقة أنا بتكلم عن الوظائف وتصميماتها وحاجات زي كده في عجالة، ده كورس بتاخدوه إن شاء الله اسمه إدارة الموارد البشرية، فيه هيبقى فصل أو أكتر بيتكلم عن الوظائف وتصميماتها وكده في مجال إدارة الموارد البشرية. لكن احنا بشكل عام بنقول إن في تخصيص للوظائف، تصميم ليها، بنحسن من رضا العاملين عن طريق التوسع، الإثراء، وتصميمات فرق العمل. دي مع بعض كده دي نمرة 1. نخش على نمرة 2 بقى في بناء الهيكل التنظيمي، اللي هي الوظائف اللي احنا صممناها دي نبتدي نعمل لها تجميع في اقسام. الوظائف اللي زي بعضها مثلا او قريبه من بعضها ليها علاقه ببعض في مجال التسويق بنحطها في قسم واحد ونسميه مثلا قسم التسويق. لو مجموعه مهندسين، واحد بتاع تصميم، واحد مدني، واحد القسم الهندسي، مش محاسبين قسم المحاسبه. فنمرة 2 عملية تجميع الايه الوظائف مع بعضها. طيب انا اتكلمت معاكم على التجميع هنا وقلت لك دول بتوع محاسبة ودول مش عارف بتوع تسويق وبتاع، هل كل حاجة تمشي بالرأي الشخصي كده؟ لا، في اسس التجميع. يعني ممكن انت بتجمع وظيفي على حسب الوظيفة، وظيفة إنتاج، وظيفة تسويق، وظيفة شراء، يبقى الوظائف اللي في الإنتاج مع بعضها. ممكن يكون التجميع مش كده خالص، ممكن يكون التجميع الوظائف الخاصة بإنتاج الملابس الرجالي. ده تقسيم على حسب إيه؟ على حسب السوق نفسه اللي أنت شغال فيه، سوق الملابس الرجالي بشكل عام. يبقى ده تقسيم على حسب الوظيفي وده على حسب السوق، سوق الملابس الرجالية وهي سوق تاني اسمه سوق الملابس الحريمي. الوظائف التسويق والإنتاج ومش عارف ايه الملابس الحريمي. عملت إدارة أو قسم أو فرع أو فرع كامل أوي للملابس الحريمي، فده تقسيم، برضه ده تجميع أنا آسف للوظائف. ممكن يكون التقسيم على حسب سوق منطقة جغرافية. يعني كل الناس العاملين في منطقة القاهرة أو منطقة شرق الدلتا أو منطقة اسكندرية، كل الوظائف تتجمع خاصة بالناس اللي هنا، الفرع هنا اسكندرية وليه في فرع ملابس حريمي وفرع تاني ملابس رجالي كده يعني. أو ممكن ملابس رجالي في منطقة القاهرة شرق الدلتا اسكندرية، وملابس الحريمي برضو في منطقة القاهرة وشرق الدلتا بس كده. ممكن أنا بجمع وأقسم على حسب المنتج، ما هو المنتج ده هو مش ملابس الرجاله دي مش منتج لوحده، لا الملابس الرياضيه بس، البدله لوحدها، التيشيرت ده منتج. فانا بجمع كل العاملين في مجال البدل، المسوقين للملابس الرياضيه. اذا انا لما باجي بجمع الوظائف عندي كذا اساس للتجميع، انا اعرف منهم هنا او المشهور منهم 4 على اساس السوق، على اساس الجغرافي، على اساس الوظيفي، على اساس الايه المنتج. على اساس السوق زي سوق الملابس الرجالي والملابس الحريمي، ده المثال بتاعها.
على اساس الجغرافي زي منطقه القاهره شرق الدلتا اسكندريه، التخصص الوظيفي زي الانتاج تسويق الشراء التمويل، دي وظيفه، وظيفه التمويل كده، على اساس المنتج اللي هي اخر واحد. انا عملت تنظيم هنا يعني افتراضي بحيث ان هو ايه يدي لك مثال على كل واحده، ده على اساس مستوى تنظيم 2 3 4 5 على حسب الاسس الاربعه اللي موجوده امام حضراتكم. اذا هناك اربع اسس للتجميع الوظائف موجوده امام حضراتكم. خلي بالنا احنا قلنا سته صح، تسميه وظائف، تجميع وظائف، يبقى نمره ثلاثه ايه؟ تحديد المستويات الوظيفيه. انا اسف، تحديد علاقات التبعيه اللي هو البناء الرأسي للتنظيم. احنا في تحديد علاقات التبعية التنظيمية اللي هي البناء الرأسي للتنظيم، احنا الحقيقة في الجزء اللي فات ده هو كنا ماشيين افقي، يعني جايبين الوظائف كده ومقسمينها ايه تقسيمات افقية، جغرافي وظيفي. طيب احنا عايزين بقى ايه نمشي بالعكس اللي هو الرأسي، من فوق لتحت ومن تحت لفوق. فعشان كده ايه في نشاط تاني، مين تبع مين، مين اعلى ومين اسفل. لازم في التنظيم عشان التنظيم يمشي صح لازم يكون في تسلسل الاوامر، يعني لو رسمت خط من اعلى وظيفة في المنشأة او في التنظيم، الخط ده هو يوصل من فوق لتحت من غير ما يتقطع. فهنا في مبدأ اسمه مبدأ تسلسل الأوامر، وجود خط واضح للسلطة بالتنظيم من أعلى إلى أسفله، بحيث يعرف كل علاقات التبعية به، يعرف، أنا آسف، كل علاقات التبعية به، ويحتاج ذلك لتطبيق مفهومين. أول حاجة وحدة القيادة، يعني أنا ما يكونش عندي رئيسين، ما هو لو عندي رئيسين الخط ده مش هيترسم صح، صح كده؟ وبعدين نمرة اتنين، تسلسل الأوامر ده هو بيحتاج إن يكون في تدرب للسلطة، يعني اللي في المستوى الأعلى يكون سلطته أعلى من المستوى الأقل منه، وعشان خاطر اللي فوق يقدر يرقص اللي تحت لازم يكون اللي فوق سلطته أعلى، مش كده برضو؟ فبتزداد السلطة تدريجيا من أسفل إلى أعلى. برضو من ضمن الشغل الرأسي إن أنا بحدد نطاق الإشراف، حاجة اسمها نطاق الإشراف، يعني عدد الموظفين اللي تابعين لكل رئيس، كل مدير، كل مشرف. النطاق ده هو تحديده بيأثر برضه على الشغل الرأسي بتاع التنظيم، لأنك أنت لو كترت عدد الموظفين التابعين لكل مدير، فأنت كده إيه ممكن عدد مستويات التنظيم الرأسية تقل. لكن لو قللت يبقى مثلا إيه، بدل ما يكون كل مدير تابع ليه 20 موظف، خليت 5، كده هتحتاج 4 مديرين، عشان كل خمسة يبقى 4 × 5 = 20. لما الأربعة دول محتاجين مدير تاني ينسق فيما بين الـ4 مديرين، انت كان عندك 20 ماسكهم مدير واحد، لكن لو عندك 4 يبقى محتاج مدير فوق المدير. فكل ما قللت النطاق بتاع الإشراف كل ما زاد المستويات الرأسية، اهو مكتوب قدام حضراتكم. اما النطاق المتسع فيزيد من العلاقات بين المرؤوسين ويعقد التنظيم بينها. يبقى الضيق اللي هو عدد قليل هيكتر المديرين، لكن المتسع هيقلل المستويات الرأسية، ولكنه هي ايه هيخليك صعب عليك ترقص عدد كبير، يعني هيعقد الإدارة مثلا. يقال ان هناك ارقام استرشادية ان النطاق المباشر المناسب 30 لمستوى التشغيل و3 لمستوى الإدارة، يعني مستوى التشغيل ده المستوى اللي تحت اللي هو العمال وكده، انت ممكن واحد بس يرقص 30، المستوى الإداري 3. دلوقتي الدنيا اتغيرت شوية عشان خاطر بقى في إمكانية إشراف إلكتروني عن بعد وحاجات زي كده، يعني أنت ممكن ترقص ناس وأنت موجود في دولة تانية من أساس، وبتشوفهم كل يوم بالفيديو كونفرنسينج وحاجات زي كده يعني. عموما الإشراف بيتحكم فيه الشخص اللي ماسك، عنده قدرات الإدارة ولا لأ، ممكن يمسك عدد كبير ويديرهم ولا لأ، مواقعهم فين، كفاءة الاتصال، فيه نت ومفيش، فيه اتصال تليفوني، فيه اتصال فيديو، استقرار البيئة، يعني الشغل لو شغل بسيط ما انت ممكن تشرف على عدد كبير طالما الشغل بسيط، لكن لو الوظيفة معقدة صعب انك انت تشرف على عدد قليل يعني. السلايد اللي بعد تقريبا فيه شوية رسومات بتبين لك نطاق الإشراف وكده، ادي الشغل الرأسي اهو، اهو شوفوا حضراتكم هنا.
انا هنا عندي الموظف تحتي 4، فمحتاج 3 مستويات بس، رئيس ومستوى مديرين اهو و4، لكن لو قللت الاربعة دي وخليتها 2 يبقى انا محتاج لكل مدير 2، فمحتاج ولكل مدير 2 مديرين 1، فبالتالي زادت عدد المستويات 1 2 3 4 5. انا هنا 1 2 3 بس، هنا زاد 2 لاني قللت نطاق الاشراف من 4 الى 2، يبقى ده اسمه تنظيمات طويلة، نطاق الاشراف بتاعها بيبقى ضيق. التنظيمات الطويلة تصمم من خلال تضييق نطاق الإشراف، والنطاقات دي ده اسمه تنظيم مسطح. المسطح ده بوسع الايه نطاق الإشراف، بزود عدد الايه الناس اللي أنا ممكن أشرف عليه. طبعا المسطح فيه ميزة إن هو عدد كبير بيشتغل معاك، فيه ارتفاع للروح المعنوية للعاملين، فيه مرونة في الشغل. الطويلة يعني محتاجة تنسيق، يعني بتمكنك من انك انت الرقابة فيها برضو، ليها مميزاتها انك انت تقدر تبقى في رصانة وصرامة في العمل وكده، ليه؟ لان المدير تحتي 2 بس. دي نمرة 3، احنا قلنا احنا 6 مش كده؟ تصميم الوظائف، تجميع، تحديد المستويات اللي هو البناء الرأسي. نتكلم في الفيديو التاني المحاضرة الجاية ان شاء الله على نمرة 4 و5 و6، ونخلص الفصل مع بعض. اللي هي نمرة 4 هتبقى هنا إن شاء الله، اللي هي توزيع السلطات في الأكل. شكرا.